Yeah, of course. But even from yesterday. هو بيتكلم على إن هم جايين مصر عشان يتأهلوا الأدوار القادمة. إن هو تم تحسين النظام فبالتالي بقت فرصته في التأهل أكبر وهو شايف إن هو ممكن يوصل لأدوار متقدمة بتحسين النظام بتاع الفريق. ما فيش حد جاي مشارك في البطولة الأفريقية عشان يشارك فقط. أكيد عندنا أهداف في البطولة الأفريقية إن نحن ممكن نأخذها ونقاتلوا على إن نأخذ البطولة الأفريقية. وطبعا بعد الفوز هذا أكيد حتزيد فرصنا في الترشح أيضا للمجموعة الثانية وبعدها نشوف من نقابله في الدور الثاني. وطريقنا ان شاء الله الى المربع البطوله الافريقيه ان شاء الله. طالما انتم بتنافسوا على البطوله واحد اهدافكم الاساسيه الفوز بالبطوله، من وجهه نظرك شايف مين اقوى الفرق المشاركه في البطوله دي؟ اكيد طبعا فرق واجد حاصله على البطوله الافريقيه قبلنا. نحن بالطبع ما حصلناش على البطوله الافريقيه من قبل، ولكن هذا التارجت بتاعنا في كل مشاركه. في فرق كبيره بالطبع عندها تاريخ او عندها خبره اكثر مننا نحن في البطولات الافريقيه، ولكن هذا ما يمنعش ان نحن ما يكونش هذا هدفنا ونقاتلوا عليه ان شاء الله. اولا نشكر قناه نادي الاهلي على يعني مع استضافة البطولة الرائعة هذه، ونشكر جميع اللي قاموا على الاستضافة الرائعة هذه. ونحن أول حاجة جايين نقدموا الأفضل اللي عندنا ونحاولوا نديروا المستحيل ونقدموا الاستضافة يعني. نعاود عدم تحقيقكم لاي بطوله افريقيه قبل كده ده دافع بالنسبه لكم ان انتم تحققوا البطوله المره دي؟ والله نحاول ان نقدموا الافضل ونحاول نديروا اللي علينا وان شاء الله نكونوا لنا دافع ان ناخذ البطوله ان شاء الله.